المواد التي تتحدث عن حل البرلمان وإجراءات حل البرلمان، المادة 64 والتي تتحدث عن ثلث أعضاء البرلمان يتقدمون بطلب أو رئيس الجمهورية بمعية رئيس الوزراء، وهذا أمر مستبعد ربما كون الحكومة تصريف أمور يومية. هل من سبيل ثالث في حل البرلمان غير هذين السبيلين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحييك أخي أستاذ أحمد والسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. طبعا بالتأكيد مثل ما تفضلت، النص الدستوري في حل البرلمان بالمادة 64 هو واضح ولا يحتاج أن نعيده، لكن أتحدث عن الحل القضائي الذي يثار هذه الأيام. طبعا بالنسبة للحل القضائي، أقصد المحكمة الاتحادية، هناك رأيين بهذا الموضوع. الرأي الأول يقول لا يمكن عبور المادة 64 من الدستور، لأنه هذا النص آمر مقيد، وحتى لو تم الطعن أمام المحكمة الاتحادية ستحيل الأمر للمادة 64 من الدستور. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا، يمكن للمحكمة الاتحادية بحكم الولاية العامة وأيضا بحكم المبادئ العامة الواردة في الدستور وعدم تطبيق النصوص الدستورية بشكل صحيح، فإنه يمكن اللجوء إلى المحكمة الاتحادية. كل الآراء محترمة، وبكل الأحوال أستاذ أحمد، عندما يتم تقديم طلب أو دعاوى إلى المحكمة الاتحادية العليا بموجب قانونها رقم 30 لعام 2005 والنظام الداخلي رقم 1 لعام 22، هي تعمل وفق قانون المرافعات. فعندما تقدم لها دعوى أو دعاوى متعددة، هي طبعا المحكمة تنظر الأدلة التي يقدمها المدعي والمدعى عليه واللوائح، ثم بعد ذلك تقرر. لا يمكن طبعا لنا أن نقول أنه المحكمة لا تقبل دعوة أو لا تستلم دعوة، أبدا، هذا يخالف قانون المرافعات. المحاكم تقبل الدعاوى بأي شكل من الأشكال. لكن تحدث لي عن القرار، هل ستصدر القرار كما أراد المدعي؟ هل ستأتي مع المدعى عليه وترد الدعوة؟ هذا متروك الأمر للمحكمة حسب الأدلة كما قلنا.